الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين. أما بعد، ننتقل اليوم للحديث عن نبي الله عيسى بن مريم عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وذكر عيسى عليه السلام في 13 سورة من القرآن الكريم، وفي 33 آية منه، وهو عبد الله ورسوله عيسى بن مريم بنت عمران، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل عيشا في الأرض. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله، خلقه الله تعالى وصوره في الرحم كما صور غيره من البشر، وقد خلقه الله تعالى من غير أب كما خلق آدم من غير أب وأم. وأم نبي الله عيسى عليه السلام هي مريم بنت عمران من سلالة نبي الله داود عليه السلام، الصديقة الولية البتول العذراء الطاهرة، التي تربت في بيت الفضيلة وعاشت عيشة الطهر والنزاهة والتقوى. وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليها في القرآن الكريم في مواطن عديدة. وقد كان والد مريم عليها السلام عمران رجلا صالحا عظيما وعالما جليلا من علماء بني إسرائيل، وكانت زوجته عاقرا لا تلد واسمها حنة، وهي من العابدات، وكان زكريا نبي الله زوج أخت مريم في قول الجمهور. وقد نذرت حنة لله تعالى إن حملت لتجعلن ولدها محررا لله، أي خالصا لخدمة بيت المقدس، فاستجاب الله عز وجل دعاءها فحملت بمريم عليها السلام. ونشأت الصديقة الولية مريم عليها السلام نشأة طهر وعفاف، وتربت على التقوى، تؤدي الواجبات وتكثر من نوافل الطاعات، وعاشت في جوار بيت المقدس، وقد وصفها الله تعالى في القرآن الكريم بالصديقة. وكانت الملائكة تأتي إلى مريم عليها السلام وتزورها، إلى أن جاءت إليها في وقت وبشرتها باصطفاء الله تعالى لها من بين سائر النساء، وبتطهيرها من الأدناس والرذائل، وبشرتها كذلك بمولود كريم يكون له شأن عظيم في الدنيا والآخرة، ويكلم الناس صغيرا في المهد، ويكون كهلا ومن الصالحين. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هكذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. ملتقانا يتجدد بإذن الله مع تتمة قصة عيسى عليه السلام في الحلقة المقبلة من سلسلة قصص الأنبياء، فتابعونا وإلى اللقاء.